لا شك انه السياحه الداخليه بنمو متزايد، خصوصا انه كثير من المقيمين بدبي او من اهل دبي حبوا اكثر انه من خلال الاوضاع اللي عم بتصير انه يضلوا بالبلد ويكتشفوا البلد اكثر ويسوقوا بالبلد ويروحوا على مناطق ثانيه، مع عدم خيارات اقليميه يعني حاليا. اوكي. طيب، هل اصبح صيف دبي موسما سياحيا ينافس موسم شتاء دبي؟ دبي كان في من زمان بدبي من 15 20 سنه كنا نقول موسم وغير موسم، اما الان بدبي موسم دائم، يعني يلي ما بيقدر يجي على دبي خلال فتره الشتاء نظرا اول شيء لاسعار الدولار او للحجوزات الكبيره عم بيحاول يجي بالصيف لانه عم بيكون في عنده مجال، حتى حاليا يعني في عدد كثير كبير من الفنادق بدبي صوبة ما في غيرك. فدبي وهي الحراره شو برايك اكثر الوجهات اللي بتجذب السياح؟ اوروبا حاليا هي اللي بتجذب السياح، ولكن دبي استطاعت من خلال المنتج السياحي اللي خلقته انه تركب منتج سياحي بناسب جدا منطقه الخليج والعالم كله سوا، من خلال المولات، المراكز التجاريه، الفعاليات اللي بتعملها بالصيف واللي بتعملها يعني الناس بتنسى هيدي الحراره لما في عندها فعاليات بشكل دائم ومستمر، فخلق هذا الجو الحلو من التسوق او الفعاليات عم بيخلوا الناس يختاروا دبي بالصيف كوجهه اساسيه. نظرا لحجوزاتكم او يعني شو اكثر الاماكن اللي بيحبوا السياح يروحوا عليها او يقصدوها هون بالمدينه؟ بالنسبه لدبي دائما داون تاون اللي هي منطقه برج خليفه هي المكان الاكثر يعني بيقصدوا السواح اكثر من اي محل ثاني، رحلات السفاري تعتبر من كمان عناصر الجذب الاساسيه للسواح اللي بيجوا من الخارج. الهليكوبتر هلا حاليا يعني من سنتين ثلاثه بدات تصير مثل الفاشنبل تور، الناس عم تهتم انه تطلع تشوف دبي من السماء، دبي فروم ذا سكاي. هالتور هذا عم بيكون كثير كبير بشكل متزايد. طبعا سياحه التسوق والمولات وسياحه الفعاليات، ففي كثير عناصر جذب يعني الحمد لله انه دبي بتتمتع بمنتج سياحي غني ومتنوع، يعني الفنادق الفريده من نوعها، المولات الكبيره، الفعاليات، الرحلات السياحيه المتوفره، كل هذا عمل باكج كثير كبير اصبح الكل بحبوا انه يكتشفوا به. طيب احكي لي عن تاثير الاضطرابات في دول الجوار وخصوصا تركيا. تركيا اول شيء انخفضت السياحه بشكل مباشر بحدود ال 25% بالاسبوع الثاني من الاضطرابات اللي صارت بتركيا، وهي عملية مظاهرات، ولكن انخفضت بشكل كثير كبير الحجوزات من دول الخليج، تجاوزت ال 50% يمكن الحجوزات اللي كانت مقررة خلال هذا الصيف من دول الخليج إلى تركيا، لأنه تركيا كانت مقصد إلى دول الخليج نظرا للعادات، للدين، للأكل، في أشياء كثير مشتركة يعني ممكن تكون بين الأتراك والأفلام التركية اللي لعبة روج كمان والعين. ف للاسف انه نزلت بحدود ال 50%، يعني احنا بنتمنى انه كل الوجهات السياحيه تضل عامله ومستهله، طبعا هذا الشيء استفادت منه دبي، علما انه دبي يعني لا تحتاج الى ازمات الاخرين كي يعني تنمو السياحه فيها، النمو بدبي بشكل متزايد هو الاعلى يعني على مستوى العالم، تقريبا الاعلى على مستوى العالم، ف يعني إذا دولة بينما فيها السياحة ب 1% أو 2% يعتبر إنجاز، دبي ما عم يكون نمو أقل من 7 أو 8% بالسنة، وهذا شيء رائع جدا يعني السنة يمكن بنسجل بحدود 10% أو 15%. بكم كم حيكون العدد؟ يمكن بيوصل عدد السواح السنة 13 مليون يعني. طيب السنة الماضية؟ حدود 10 مليون كان. هلا انتم كشركه سياحيه كيف تسوقون لدبي كوجهه في الخارج؟
نحن بنشترك دائما مع دائره السياحه والتسويق التجاري بعمليه الترويج السياحي لمدينه دبي لاماره دبي، فبنشترك بحدود 35 معرض خارجي، وهذا بالاضافه لروتشو يعني بنعملها رحله تسويقيه للتعريف بدبي بين الدول، فبنشترك من خلال المعارض الاساسيه من خلال ورش العمل الروتشو اللي بنعملها والروتشو اللي بنسويها، مثل ما حكينا عن 35 معرض دولي بالعالم بالاضافه للمعرض الكبير اللي بنعمل كل سنه هون اللي هو الارينا ترافل سوق سفر. وما هي اكثر الجنسيات توافدا الى دبي هذا العام؟ يعني بضل السوق الخليجي هو الرقم واحد، طبعا في اسباب ثانيه بدات تنمى اكثر، عندك الروس، عندك الاوروبيين، عندك الصينيين، يعني الهند، في اسباب كثير بتخربط ترتيبها بين الاول والثاني والثالث، الاول دائما هو السعوديه وسوق الخليج، الثاني بين الهند وانجلترا او روسيا، المانيا، الصين، بشكل هذا الترتيب. حلو طيب، فيك تحكي لي عن هلا السياحه، هلا رمضان جاي بقلب الصيف هسه. نعم. فشو يعني شو اقبال السياحه لدبي برمضان؟ شوفي دبي يعني دائما شهر رمضان هو شهر بخفي يعني بتخفي السياحه بشكل عام، يعني نظرا لبعض الضوابط اللي بيحطها الشهر الكريم على الناس وعلى اللايف ستايل، يعني منها الخمر والمشروب وشيء من نوع هالاشياء، هذا بياثر على السواح الاجانب بشكل خاص، يعني فبيكون عندهم فكره انه خلال هالشهر هيدا ما فيهم يكونوا بحرية تامة عم بيعيشوا بالبلد، ففي أشياء نظرة خاطئة يعني من المال، والثانية في احترام لهذا الشهر يعني، فبخف بخف بتخف النسبة يعني بتنزل برمضان بحدود 15%. بس شو هي أكثر يعني إذا إجوا السياح بشهر رمضان، شو هي أكثر الفعاليات أو أكثر الوجهات؟ ال في سواح كثير بيجوا بشهر رمضان، وفي سواح كثير بتمتعوا بالفطور، بتمتعوا بتقاليد شهر رمضان وبعادات الناس بشهر رمضان وبنمط الحياة خلال شهر رمضان، يعني مثل السهرات، المساء، السحور، الخيام الرمضانية، الشيء هذا عم بيحبوه، يعني المفروض يكون نحن يعني المفروض نروج له يعني بهالطريقة هيدي، نروج لشهر رمضان ولنمط الحياة بشهر رمضان وخلي يقلبوا الليل نهار نهار ليل. طيب من ناحية السياحي بيصوم، نعم هلا الأجانب أوكي ممكن يكون عندهم تحفظ، بس الناس اللي بتصوم شو أكثر شيء بتعمل؟ عادة السواح اللي بيصوموا ما بيسافروا، يعني بتعرف من أهل البلد من هون خلال شهر رمضان أغلب المسلمين يعني خلال شهر رمضان ما بيروحوا إجازات، شهر رمضان هو شهر الالتقاء بالأسرة والالتفاف بالأسرة مع بعض، ويعني ما في مثل ما بيقولوا سفر، يعني الخليجيين ما بيجوا خلال شهر رمضان، بس لما يخلص شهر رمضان على العيد كل بيصير عندنا هون.